الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها حرج في أزواجهم
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم ليخرجكم من
كان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي يا وداعيا إلى الله بإذنه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ودع أذاهم وكفى بالله وكيلا.
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك الله
وبناتي عماتك وبناتي خالك وبناتي خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي.